يا سلام يا معلمة، حبة حمام إنما إيه؟ يرد الروح في الواحد حقيقي. ألف هنا وشفا يا بركة. تاكليش ليه يا دودو؟ دودو معلش، أصلا ما ماليش نفس الكل. إيه ده؟ هي دعاء ملا؟ مالكش دعوة أنت، خليك في حالك. طيب دعاء، ما حكتلكيش حاجة معلمة؟ حكيتلي حاجة عن إيه؟ عن اللي حصل لها. جرى يا زيد؟ ما أنا حكيتلك على كل حاجة يا عم. الحرب أنا حاسس إن موافقتها إنها ترجع المنطقة بالسهولة دي، وعادها عند المعلمة وراه حاجة حرب. أنت مفيش أي حاجة عاجباك؟ عند دنيا قلقان، في الكباريه قلقان، وهنا برضو قلقان. ما أنا لازم أفهم كل حاجة يا حربي. أنت بتفكر في إيه يا زين؟ يا حربي الدعاء كانت عند بنت عمها بتاعت الكباريهات اللي ماشية على حل شعرها، وأنا بصراحة يعني خايف تكون مايلة دماغها يعني و... اخرس، قطع لسانك. دعاء دماغها كويسة ومش أي حد يعرف يضحك عليها، والبنت زي ما خرجت مننا صاغ سليم رجعت تاني صاغ سليم، إلا ما كانتش رجعت. اللي عامل عاملة بيطفش. شيل أفكار السودة دي من دماغك وشوف الدنيا صح بقى، وبطل تسيء الظن بالناس. يلا 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 قوم يا زين، قوم نغسل ايدينا ونمشي، يلا ورانا شغل كتير. شغل ايه؟ شغل يا زين، شغل. طب ايه، تحب اجي معاكم؟ لا كمل انت اكلك براحتك. يلا بينا يا زين. شغل ايه والنبي اللي في نصاص الليالي ده؟ شغل ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هننفذ اوامر الباشا الكبير. ليلة؟ ايه؟ تحب نأجلها؟ لا طبعا، يا ريت دلوقتي كمان، بس ابدأ بعزام. هيحصل يا زين، وغلاوتك عندي لا يحصل، بس نروح مشوار الأول وبعد كده نشوف حكاية عزام الكلب ده. اتأخرنا عليك؟ عادي، عنتر بيه قال لي اقابلكم هنا وانفذ كل طلباتكم. خير؟ عايزين ناخد شويه حاجات من المخزن. حاجات ايه اللي عايزين تاخدوها؟ احنا نقف نتكلم هنا في الطل. افتح المخزن وانا اقول لك. اتفضلوا يا بهوات، المخزن اهو كله تحت ابروكم. هي فين؟ هي ايه اللي هي فين؟ بضاعه. وانتوا عايزينها في ايه؟ كرام وفي ايه؟ مش عنتر بيه قال لك اعمل لهم اللي هم عايزينه من غير اسئله؟ ايوه بس ما بس ولا ما بسش؟ فين البضاعه؟ يلا اهو جوه هنا. على بيه حربي. مفجرات؟ هتنفع. في وقت زي ده؟ اصل في حاجه حصلت كانت على البال وعلى الخاطر وكان لازم ابلغك بيها. ايه اللي حصل؟ عنتر بيه امرني اروح المخازن المحاجي اللي في الجبل واقابل حربي وزين وانفذ كل اللي امروني بيه. اه وبعدين؟ خدوا صندوقين البضاعه وصندوق ديناميت وحطوهم في عربيتهم ومشيوا. وانت ازاي تسمح لهم بكده؟ ما هي دي اوامر عنتر بيه وكان لازم انفذها. وانت زي الحمار سلمتهم البضاعه؟ ما انا كنت فاكر ان سعادتك اللي قلت لعنتر بيه يعمل كده. ما تعرفش العيال دي خدت البضاعة وراحت فين؟
لا ما اعرفش. وعنتر فين دلوقتي؟ في العوامة مستنين ابلغه باللي حصل. تبقى تروح له. بس اسمع، قبل ما تروح له تعدى على عزام في الكباريه وتعرف اذا كان عنتر اتكلم معاه في حاجه ولا اتفق معاه على حاجه، وبعدين تروح لعنتر في العوامة. مفهوم يا مفيد؟ حاضر حاضر عدلي بيه. ازيك يا دندن؟ فل الفل يا بابي. ها شفت دعاء قبل ما تمشي؟ لا، لما روحت البيت امبارح لقيتها مش موجوده، لمت حاجتها ومشيت، شكلها كده رجعت عند بيت ابوها. والله هتوحشني دعاء. دي كان ممكن يبقى لها معانا مستقبل كويس قوي. نعمل ايه؟ ملهاش في الطيب نصيب. هو قال ايه؟ الواد زين عايز يتجوزها. صحيح، هو اخباره ايه هو وحربي؟ بقى لي كتير قوي ما شفتهمش يا بيه. ليه، انت زعلانه معاهم ولا ايه؟ لا ازعل معاهم ليه، بس يعني زي ما انت عارف البليه لعبت معاهم، بقى عندهم مصالح ومشغوليات. اللي عيلي عيل. ايوه يا دندن، بس انتوا برضه اصحاب وولاد حته واحده، والعشره طبعا بينكم. مؤاخذه يعني، مش فاهمه، وانت من امتى يعني بتهتم بحربي وزين؟ لا يعني اصل بعد دعاء ما سابتك ومشيت المفروض ان هم يسالوا عليكي ويودوكي. امال يعني الصحاب ايه اللي بينهم غير كده؟ يعني انت شايف كده يا بابي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص، يبقى انا بكره ولا بعده كده اروح عندهم المنطقه واسال عليهم واشوف اخبارهم ايه. برافو عليكي، هو ده اللي لازم تعمليه، تسالي عليهم وتعرفي اخبارهم ايه وبيفكروا في ايه. يا سلام، ده انت تؤمر يا قمر. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. هسيبك انا بقى علشان تجهزي لنمرتك، وما تنسيش هتبلغيني اخبار زين وحربي، اصلهم وحشوني قوي. من زيس اي لزيس اي. يا واد انت يا انجليزي يا جميل. دنيا بتتكلمي منين؟ هكون بتكلم منين يعني؟ من الكباريه. قابلتي عزام؟ هو اللي جالي وقال لي اعرف كل اخبارك وبلغها له. وقلت له ايه؟ سيرته في الموضوع طبعا، وقلت له اللي هو عايزه هيحصل، بس انا خايفه قوي يا حربي، الراجل ده مش سهل، انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير. يا رايا دنيا ما تجمدي قلبك امال الله، وبعدين موضوع عزام ده هيخلص في اسرع وقت. المهم قولي لي، عزام بيسيب الكباريه ويروح الساعه كام؟ على الساعه 2 2 ونص تقريبا. حلو قوي، يبقى هننفذ الليله. ايه الليله؟ خير البر عاجله. يعني يا حربي انت مصمم على اللي في دماغك دوت؟ يا رايا دنيا، ده حق دعاء علينا، وبعدين ما قدمناش طريق تاني غير ده. المهم تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وسيب الباقي على الله. حاضر حاضر يا حربي، هعمل كل اللي انت قلت لي عليه. وانا اخلص اللي ورايا واجي لك على البيت. سلام. خليه، هنحتاج له الليله. يا مفيد، اتأخرت عليا ليه؟ أنا مش مفيد يا عنتر، أنا عزام. يا عزام، في حاجة؟ أنت في العوامة؟ في العوامة. طيب أنا جاي لك على طول عشان عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه؟ لما أجي لك هقول لك. على العموم أنا مش هتأخر. سلام.
نام فين؟ الحقني يا عنتر بيه، في حاجة رهيبة حصلت. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هما بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم عليا الاتنين دول اللي هياكلوا من دول. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم ساعتك عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟ أنت كمان يا عنتر بيه. ابعد يا روح، ما بعدك روح يا اخويا. عنتر بيه انت ما بتردش عليا ليه يا عنتر بيه؟ يا عنتر عبال ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه اهو. يلا بينا احنا حبيبي. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجه. يا دوبك بقى دنيا نروح نلمنا ساعتين، ورانا بكره شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكره. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليها. مالكيش دعوه انت بدعاء. ابعدي عنها احسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حربي خلينا نمشي من هنا. يلا تصبح على خير يا دنيا. وانت من اهله. اصحى زين، اصحى جدع بقى. انت ايه قتيل؟ اصحى اصحى. امشي يا حبيبي. يلا زين، يلا حبيبي، يلا زين، يلا زين، اصحى حبيبي. بس يا حرب على الصبح انت بتهش دبانه يا عم. انت ناسي ان احنا رايحين لصلاح قبل ما نطلع على الباشا الكبير ولا ايه؟ يا سيدي مانيش ناسي. طب يلا اسيبك كده على القهوه وانت اصحى وفوق كده، وخلي الواد بركه يصحى بقى عشان نروح المستودع. عايز حاجه؟ سلام. وعلى الفل. اصحى بركه. قوم يا بخت. واحد شايكوشر تقيل. هذا كيمو. عناية يا نجم. صباح الفل يا عم نوفل. صباح النور يا ريس حربي. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ما انا دلوقتي بصحى بدري عشان افتح المستودع للعمال عشان الشغل يمشي اوام اوام. عفارم عليك يا عم نوفل يا راجل يا بركه. انا كنت عايز اشكرك عشان الموقف اللي انت عملته مع دعاء وخليتها تمشي من عند دنيا ورجعتها المنطقة تاني. عيب يا عم نوفل ما تقولش الكلام ده. دعاء دي بنت حتيته زي اختي بالظبط. ربنا يديم المحبة. أقوم أنا عشان العمال. يا عيب يا عم نوفل. خلاص الشاي عندي. اتكل أنت على الله. طول عمرك صاحب واجب. سلام عليكم. وعليكم السلام. أحلى شوية شاي لأجدع كوماندا في المنطقة. صباح الفل يا كيمو. صباحك ورد يا عمنا. باشا نورت يا باشا. سيادة الباشا بنفسه مشرف عندنا النهارده. وانا بقول الدنيا منوره كده ليه؟ اتفضل يا باشا اتفضل اقعد ما تكسفش. ازيك يا حربي؟ بخير يا باشا. بخير طول ما سعادتك بعيد عني. تحب تشرب حاجه يا باشا على حسابي؟ بس انت يعني ضيفنا واكرام الضيف واجب. انا لا جاي اشرب ولا جاي الضيف، انا جاي اعرف حاجه واحده بس. انت عايز توصل ليه يا حربي؟ اوصل لايه في ايه بالظبط يا باشا؟ موضوع اماني. موضوع اماني. انا عرفت من سياده اللواء انك ناوي تقابله الجمعه اللي جايه. سياده اللواء بنفسه هو اللي طلب انه يقابلني، واظن يعني كان هيبقى عيب قوي لو رفضت اني اقابله.
مش دي الاصول برضه يا باشا ولا ايه؟ لا والله بتفهم في الاصول يعني. ما انا اصلي قلت لك يا باشا من الاول انا طيب وابن حلال، بس انت اللي مش واخد بالك. وانت ناوي تقول ايه بقى لسياده اللواء في المقابله دي؟ والله يا باشا يعني الحقيقه لسه مش عارف يعني، بس هو يعني هنقعد مع بعض ونتكلم والكلام هيجيب بعضه اكيد، واكيد برضه سياده اللواء هيحكي لك على دار بني. مش هو برضه ما بيخبيش عنك حاجه؟ هو هتفتكر يالا ان العربيه اللي انت فرحان بيها ولا كام هدمه اللي انت لابسهم وفرحان بيهم برضه ولا القرشين اللي معاك اللي عالم جبتهم منين هيخلوني انسى اصلك؟ انا سبق ونصحتك قبل كده يا حربي، بس واضح ان انت راكب دماغك ومش عايز تسمع النصيحه ومصر تقف في سكتي. وانا اللي اقف في سكتي يا حربي بفرمه. ايه يا باشا، هتشدني وتعلقني زي زمان ولا ايه؟ الكلام ده ما عادش ينفع معاك، ما جيبش نتيجه. انت جتتك نحست من كتر اللي شفته. خلص يا باشا وهات من الاخر وقول اللي عندك. تحب يالا افتح شنطه عربيتك واطلع لك تربه حشيش ولا باكيته بانجو؟ حاول يا باشا، حاول وتعملها. لو عايز تشوف شغل الحواه كمل في السكه اللي انت ماشي فيها، وساعتها هتشوف العين الحمراء وشغل الحواه اللي على اصوله يا حربي. انا كده قلت اللي عندي واظن كلامي واضح. زي الشمس في عز الظهر يا باشا. أنا كده خلصت كلامي وقد أعذر من أنذر. كان عايز منك إيه الجدع ده؟ جاي ينصحني ويرسيني على مصلحتي. موضوع اخته برضه؟ ما تبعد عنها يا حربي وتسيبك من الهم اللي في دماغك ده. احنا فين اللي مكفينا اليومين دول؟ يلا بينا زين عشان نلحق صلاح. ايوه بس عايزين نعدي على المعلمه انشراح الاول. اهو اطمن على دعاء وبرضه يعني ناخد المعلمه في سكتنا نوصلها المسبك. ماشي يا عم الحبيب. ازيك يا بنت يا سهر؟ ان شاء الله تسلم يا معلم. امال المعلمه فين؟ خرجت من بدري راحت على المسبك. ودعاء لسه نايمه ولا ايه؟ لا دعاء راحت مع المعلمه. راحت فين؟ دي ما قلت راحت المسبك. ايه يا دعاء؟ مش هتفضلي قاعده كده؟ امال عايزين اعمل ايه بس يا معلم؟ ومساعديني. ما انا ما بفهمش حاجه في شغل الحديد والمسابك والخرده والحاجات دي. هو انت يا دعاء لما كنت بتشتغلي في الكافيتيريا اللي انت فيها دي، مش لما كنت بتطلعي طلب كنت بتأيديه عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي؟ اه. بس هو ده اللي انا عايزاه منك. كل الطلبات بتاعه الحديد والسياخ اللي قدامك دي عايزاكي تأيديها، تكتبي الكميه وصاحب الشغل يعني اسم العميل والقيمه اللي احنا عايزينها منه وميعاد التسليم وتعمليهم في جدول، بس زي شغل الكافيتيريا بتاعك. بس ايه؟ دي سهله قوي يا دعاء. سهله ازاي بس؟ انا خاف اغلط. اغلطي اغلطي عشان تتعلمي الصح. اغلطي وانا جنبك عشان اعلمك تعملي ايه وما تعمليش ايه. بركاتك يا ابو صلاح يا جامد، البلاغ جاب مفعوله بالجامد قوي، وخلصنا الحمد لله من عزام وعنتر زي ما امر الباشا. علشان تعرف ان احنا مش بنلعب يا زين يا اشقر. لا يا متر، ده انت بتلعب وبتلعب على كبير قوي قوي كمان. طب ابو صلاح سيبك، احنا بقى نروح للباشا الكبير، زمانه قاعد على نار عايز يعرف احنا عملنا ايه امبارح وصلحنا ازاي. انتوا هتعدوا على عدلي عشان تروحوا معاه؟ لا حبيبي، احنا المره دي هنروح لوحدينا. ايه؟ هتروحوا للباشا على طول كده منكم ليه؟ ما احنا خلاص بقينا كبار، والكبير ما يتعاملش غير مع الكبير اللي زيه. المهم بس هو يوفي بوعده ويدينا الكبريه والمقاولات زي ما قال. هيوفي يا زين، هيوفي. انتوا خلاص ما عادش فيه على الحجر غيركم. ده انتوا مش هتطلعوا لفوق بس، ده انتوا حاطينه في السماء. حبيبي ابو صلاح، انا دلوقتي بس عرفت انا بحبك قوي كده ليه؟ ما تجيب بوزه. ربنا ما يحرمكم مني يا حربي، ومبروك الشغل الجديد. الله يبارك فيك يا احسن محامي فيك يا مصر. كده
ما عادش فاضل قدامنا غير عدلي. عدلي ده مش سهل، ده دراع الباشا اليمين وعارف كل تخانيقه. وهيروح مننا فين؟ دوره جاي جاي. ايوه يا متر، بس عدلي ده راجل تعلم، ما هواش غبي زي رشوان ولا متهور زي عزام، ولا هو طيب وعلى نياته زي عنتر. صعب يا متر نوقع راجل زي ده. انا قلت لكم سيبوا موضوع عدلي ده عليا. شكلك كده ابو صلاح رسمت الرسمه تمام وخططت لها مظبوط. دفع عدلي ثمن اللي عمله فيه غالي قوي. ده ناوي على ايه يا متر؟ ناوي اشربه من نفس الكاس اللي شربنا منه زمان. المهم لما ترجعوا من عند الباشا وتكلموني طمنينوا عملتوا ايه. المهدي وزين الاشقر جايين نقابل الباشا. في معاك؟ لا بس الباشا مستنينا. يا واحده. ايوه في اتنين عاوزين يقابلوا الباشا. اساميهم؟ حرب المهدي وزين الاشقر. حربي وزين جم يا باشا. خليهم يدخلوا. خليهم يدخلوا على طول. اوكي. عارفين الطريق ولا بعت حد معاكم؟ عارفين. اتفضل. تفضلوا حضرات، تفضلوا. ازيك يا زين؟ ازيك يا باشا؟ ها طمنوني يا ولاد، عملتوا ايه؟ كل خير يا باشا. جبت الكمبيوتر بتاع عزام؟ الكمبيوتر اهو يا باشا، اتفضل. فتحتوه؟ يا باشا احنا لينا في الخرده بس، السليم مالناش فيه. الواد زين ده حكايه. رشا. اه يا باشا. بتاع الكمبيوتر ده. يلا بسرعه. تمام. عثمان. تحت امرك يا سعاده الباشا. هات لنا العصير وعصرنا على بره. اوامرك يا سعاده الباشا. تعالوا معايا يا ولاد. أنا عايزكم بقى دلوقتي تحكوا لي كل اللي عملتوه وبالتفصيل الممل. أولاً يا باشا بالنسبة للبضاعة أخدناها وشلناها في حتة ولا الجن لزق يعرف لها طريق. هو ده تفصيل بس مش ممل. وعنتر وعزام عملتوا معاهم إيه؟ عنتر وعزام يا عيني يا باشا. تعيش أنت. عزام اتحرق في عربيته يا باشا. وعنتر. عنتر خلاص يا باشا، تلاقي السمك في النيل ما سابش في جدته حته، ومحدش يعطل لها الاصل. لا حول ولا قوة الا بالله، صعبان عليا السمك قوي. بس عفاني بعليك يا ولاد، انتوا عارفين انا عمر نظرتي ما خيبت في حد. من اول ما شفتكوا وانا كنت واثق ومتاكد ان انتوا قدها ودود. واحنا دايما في الخدمة يا باشا. أهم حاجة عندنا إن سعادتك تكون راضي عننا يا باشا. راضي ده إيه؟ أنا راضي جدا، راضي كل الرضا. والمكافأة الكبيرة أوي اللي وعدتكم بيها هتحصل. اشربوا العصير على ما أدخل أشوف رشا عملت إيه، هرجع لكم على طول. ماشي يا باشا براحتك. هي الناس دي ما عندهاش بيرة ولا إيه؟ يلا. ها يا رشا فتحت الكمبيوتر؟ عليه باسورد. باسورد ده ايه؟ يعني مش هتعرفي تفتحيه؟ لا اكيد هفتحه بس الموضوع هياخد شويه وقت. شفت يا باشا؟ شفت؟ عزام انفجرت بيه العربيه ومات هو وبرعي، وعنتر اختفى ملوش اي اثر. انا شاكك بقى ان اللي ورا الحكايه دي كلها هو. تصدق انت ابن حلال مصفي يا عدلي، دايما بتيجي في الوقت المناسب.
ده انا كنت لسه هتصل بيك يا راجل عشان تجيلي على طول. شد حيلك شويه يا روشة. بقول لك ايه، ما تيجي نقعد في الجنينه؟ انا دايما بتخنق من القعده بين الاربع حيطان، ما انت عارفني يا عدلي. حلو العصير؟ مية مية. تعالى يا عدلي تعالى، واخد بالك؟ شايف البراح؟ انا لما بشوف البراح برتاح. ايه يا اولاد؟ انتوا واقفين بعيد كده ليه؟ يعني يا باشا قلنا لو في كلمتين سر كده بين سعادتك وبين عدلي بيه يعني نسيبكم على راحتكم. لا 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 خلاص، ما عادش في اسرار بينا، احنا بقينا عيله واحده. لا يا عدلي تعالى قرب قرب، تعالوا اقعد اقعد يا حبيبي اقعد يا زين. اه صحيح نسيت، تشرب حاجه يا عدلي؟ لا متشكر يا باشا. براحتك. بقول لك ايه يا عدلي، حربي وزين من النهارده هيبقوا الواجهه الجديده بتاعتنا في كل شغلنا، اللي في الظاهر واللي في الباطن. يعني هيحلوا مكان عنتر وعزام في شركه المقاولات وفي الصاله، وهيبقوا مسؤولين قدامي عن البضاعه بتاعه تركيا. معقول يا باشا؟ معقول العيال دي تمسك كل حاجه؟ ودي فيها ايه يا عدلي؟ احنا طول عمرنا كده، شغلنا دايما محتاج لوجوه جديده ولدم جديد. يا باشا بس انا خايف يا باشا انه ما يكونوش حامل المسؤوليه اللي هتكلفهم بيها. جرى يا عدلي؟ مالك؟ انت بتشك في قراراتي ولا ايه؟ لا يا باشا، استغفر الله استغفر الله يا باشا. بس ايه؟ أول مرة عدلي أشوفك متردد كده وبتعترض على قرار أنا خدته، مع إني طول عمري بحترم ذكائك وبحترم فيك إنك عارف طريق المصلحة بالظبط، إلا لو كانت مصلحتك بقى مع عنتر وعزام أهم من مصلحتك معايا. يا باشا لا لا لا، ما تفهمنيش غلط، أنا طول عمري دراعك اليمين. بعدين يا من مستحيل يا باشا، مستحيل ألعب من وراك مهما كانت الإغراءات يا باشا. بالنسبة لزين وحربي، أنا مستعد أتحالف مع الشيطان في سبيل مصلحتك أنت يا باشا. جرى يا عدل بيه؟ يعني إحنا شياطين يعني؟ بقى هو ده رأيك فينا؟ يا أساتذة ما أقصدش، يعني أنا قصدي حاجة تانية خالص. إذا كان كده بقى معلش. لا بس بقى خد بالك من كلامك قبل ما تقوله بعد كده. خلاص يا حربي، خلاص يا زين، احنا نقفل باب المناقشة دي خالص. احنا في صفحة طويناها وبنبتدي صفحة جديدة. عدلي، أنا عايزك تتعامل مع حربي وزين زي ما كنت بتتعامل مع اللي قبلهم. الله يرحمهم بقى. مفهوم عدلي؟ خلاص تاخدهم دلوقتي وتروح على مكتبك تمضيهم العقود وتسلمهم شركة المقاولات والصالة. طب والبضاعة والعمل اللي كان بيعرفه مع الزام يا باشا؟ رشا بتحاول مع الكمبيوتر، النهاردة بالليل أو بكرة بالكتير هيكون قدامي كشف بكل أسماء العملاء ونمر تليفوناتهم. أنا هبعت لكم الكشف ده يا حربي، تتصلوا بالعملة وتتفقوا على المكان اللي هتتقابلوا فيه، تاخدوا منهم الفلوس وتسلموهم البضاعة، والفلوس توردوها لعدلي. مفهوم يا أساتذة؟ مفهوم طبعا يا باشا، زي الشمس في عز الظهر سعادتك. من هنا ورايح أنا عايز تعاملكم مع عدلي يكون على أعلى مستوى حربي، زي الشمس في عز الظهر.
واضح الكلام ولا ايه؟ حلو ده يا باشا. طب يلا على السلامه، اتكلوا انتوا على الله بقى. على فكره موضوع البضاعه ده هنستنى عليه شويه لغايه ما الامور تهدى. اشوفكم بخير. احنا وراك يا باشا بالعربيه لحد المكتب. ها اوعى تسبقنا. شفت الراجل اللي اسمه عادلي ده كان بيصغر لنا ازاي؟ سيبك منه وما تركزش معاه خالص، طالما ابو صلاح حطه في دماغه وابتدى يخطط له يبقى اقول عليها رحمن يا رحيم. انت بتكلم مين؟ صلاح. ابو صلاح انا حربي. اي حربي؟ عملت ايه؟ طمني. كل خير ابو صلاح، شلنا الجمل بمحمد. ايه خدتوا الكازن وشركه المقاولات؟ ورايحين دلوقتي على مكتب عدلي عشان نمضي العقود. ومعاكم؟ جالنا على قصر الباشا وماشي قدامنا اهو بعربيته. طب هو موضوع العقود ده ياخد منكم وقت قد ايه؟ يعني على ما نوصل مكتبه ونشوف العقود ونراجعها ونمضيها وكل اللي انت فاهمه ده، يعني مش اقل من ساعتين ثلاثه كده. بس انت بتسال ليه؟ عايزنا نفوت عليك؟ لا لا لا، ده يعني كان مجرد سؤال كده. على العموم الف مبروك. مبروك عليك انت يا وش الخير. ده احنا من غيرك ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده ابو صلاح. لا البركه فيكم انتوا ابطال. سلام. يلا مع الف سلام. مع السلامه. الو، ازيك يا صلاح؟ وحشتني. وانت كمان. مش هشوفك بقى. الحقيقة مش عارفة يا صلاح، عدلي خرج من الصبح وزمانه راجع. عدلي مش هيرجع قبل 3-4 ساعات. انت عرفت ازاي؟ اه عرفت وخلاص. انت لابسة؟ بصراحة لا. طيب البسي وتعالينا، هستناك في جنينة القرمان، نفس المكان اللي بنتقابل فيه كل مرة، ما تأخرش عليا. مش عارفة يا صلاح، خايفة العدلي يرجع بعدين ما يلاقينيش. ميسة ما تضيعيش وقت بقى، يلا هستناكي. حاضر، مسافة السكة. باي. اه على فكرة يا ميسة، واللعبة خلصت.